20 لقلع على مسكين سوق شوية ما كاين باس مزيان السومة مزيانة كل شي رباح الحمد لله ديال رباح ديال الله سبحانه وتعالى الفقير الغني عيد والدرويش عيد واللي ما عندوش يعيد بالعاطي الله خوي هذا خوي 36 ولكن كنبيعوا فيه ب 26 لا غير على مسكين باغي نتعاونوا مع الدراويش حنا دراويش وكنتعاونوا مع الدراويش 26 بالعاطي الله خويا على المسكين هاد بني مسكين اخويا هاد بني مسكين اخويا تاع المليحه تاع 26 العلفه الداق والنخاله والشعير انا خويا المليحه خويا ديال بني مسكين دابا خويا دخلنا عليك بالله دابا تعاوني كيقول لك 26 دابا كاينه كورونا بنادم مريح 4 شهور هو مريح هاد 26 مين غادي يجيبها؟ راه بالسنان هذيك المحاوله 26 قال لك 26 شحال غادي يجيب هاد 26 مين غادي يجيب هاد بنادم هذا؟ الدرويش راه جاهدو 20,000 16,000 18,000 هذا هو جهد الدرويش هما مضرورين وحنا مضرورين راه بجوج مضرورين لا الكساب ولا اللي باغي يشري شكون اللي رابح؟ الدولة فهمتي ولا لا؟ ها هو دابا الرحبة والصنك والقيامة عرفتي بشحال؟ ها هو يقول لك شحال الصنك شحال دخل البيت فهمتي ولا لا؟ هما مضرورين وحنا مضرورين هما كيزيدوا عليهم في الصنك اسمع اخويا هما كيزيدوا عليهم في الصنك وحنا كيزيدوا علينا في البيت ها باش نكونوا ناضين سناكة 50 درهم وصوتوني يا سي قال صوتوني يا سيدي صوتوني الصايب قالوا لي 50 درهم من البهيمة قلت لهم لا ندخل قال لي لا 50 درهم من البهيمة وحبسوني ساعتين وما حابسيني في الباب ساعتين السي وما حابسيني في الباب قال لي 50 درهم تخلص و50 درهم ديال الرويد عاش الملك ما عرفناش هاد 50 درهم ديال الرويد ديالاش عاش الملك 14 بهيمة قال لي تخلص عليها 14,000 و1000 ديال الطوموبيل 15,000 وغلم بعناها برا قال لك تخلص غلم بعناها برا قال لك تخلص عليها بعنا لصاحبنا هي 18 حولي بعناها لي على برا قال لك تخلص عليها ولا تخوي انت ماشي مغربي ولا ما صحة ما عرفناش كيفاش مني قال لي مارا ولينا غير فلوسنا نخرجوا بحالاتنا السيد اللي تصارف معنا ودار فلوس يجيبو خوا علينا ما تلينا الصنة ورانا درت بهم شكاية كيقول لي جاو يدوروا هنا دوك البوليس رانا درت بهم شكاية اللجنة جات كدور هنايا رانا درت بهم شكاية راه مصوتيني وراه ماشي ليا رزقي رانا داير بهم شكاية عاش الملك عاش سيدنا الله ينصرو